سرطان الرئة يعتبر المسبب الأول للوفيات التي تحصل نتيجة مرض السرطان، والتدخين يعتبر بدورها المسبب الأول للإصابة بسرطان الرئة. الأشخاص اللي بتدخن هي الأكثر أشخاص عرضة مثل ما قلنا، بس في أكثر من مسببات ممكن توصلنا لسرطان الرئة، منهم طبعاً الدخان الثانوي يعني second hand smoking، الإكسبوجر يعني التعرض لغازات أو حتى مواد هي بتعمل كانسر بحد ذاتها، أشخاص اللي بتعمل أشعة على منطقة الصدر من وقت لأسباب كانسر تانية، الأشخاص اللي عندها أسباب جينية يعني بالعائلة عندهم ريسك لسرطان الرئة هن كمان أشخاص متعرضة لها. في غالبية الأحيان أعراض سرطان الرئة لا تظهر في مراحلها الأولية إنما في مراحل متقدمة. أكثر شيء بنشوف عند هالأشخاص عم تشكي من سعلة ما بتتحسن على الأدوية العادية، أشخاص بتتف دم حتى لو كميات قليلة، الأشخاص اللي بتكون عم بتعاني من ضعف ومن فقدان وزن بلا ما تكون عم تعمل مجهود إنه تضعف، اللي عندهم أوجاع صدر ما عم نعرف أسبابها بطريقة واضحة، اللي بيشكوا من ضيقة نفس كمان الأسباب العادية ما بتفسرها، الأشخاص اللي بيكون في عندها وجع راس ما عم يتفسر، والأشخاص كمان اللي بتشكي من مشاكل بالعظم. طرق التشخيص كثيرة والجراحات العلاجية أيضاً. وقت نعرف إذا في تفشي أو لا نعرف نحن شو هن طرق العلاج، إذا كان محصور بمنطقة معينة وفينا نعمل عملية بهالحالة فينا نشيل أو الدرنة أو الكتلة لوحدها أو منشيل شقفة من الرية، هيدا كمان بصير بتنسيق مع الجراح. أوقات كمان نضطر نقدر نعمل كيمو نيو أدجيفنت يعني قبل العملية أو حتى أشعة قبلها كرمال نصغر شوي، إذا ما فينا نعمل عملية نعمل كيموثيرابي العلاج الكيميائي أو الأشعة أو اثنيناتهم سوا بأغلب الأحوال. على من هم بين 50 و80 عاماً خصوصاً المدخنين منهم إجراء الفحوص دورياً للكشف المبكر عن السرطان في حال وجوده.